الاهلي عايزه تبقى ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. كابتن هاني دايما في فقره في برنامجنا اللي بيجي اسئله على السوشيال ميديا بتقول الناس بتبعت لنا اسئله لحضرتك، فعشان نشارك كمان كل الجماهير هنروح او اراء الجماهير الاول، نروح نشوف اسئله الجماهير مع الكابتن هاني وبعد كده السوشيال ميديا. اتفضل يا شادي. اسمي احمد عبد المحسن وبحب احيي كابتن شادي محمد وكابتن هاني رمزي، واحب اوجه له سؤال واقول له مين مثلك الاعلى من المدربين المحليين والمدربين العالميين؟ المدربين المحليين يعني طبعا كان الكابتن محمود الجوهري انه مصري، والمدربين العالميين على المستوى القديم شويه يعني كان اوتو رهاجل طبعا، و مرتبط بيه جامد جدا يعني في شبه من الكابتن جوهري كده شويه، لكن على المستوى دلوقتي لو بنتكلم على سيموني مدرب الاتلتيكو، وكونتي المدرب الايطالي لتشيلسي، جامدين جدا يعني كل فيهم مميزات حلوه قوي، وبيعرفوا يغيروا طريقه اللعب بسرعه، وعندهم رؤيه في الملعب. انا بحب دايما المدير الفني تحس ان هو عايش المباراه، هما الاثنين المدربين دول عندهم نفس الصفه يعني. نروح لسؤال الشارع بعد كده، اتفضل. اسلام عصام عفيفي، بحب ارحب بالكابتن شادي محمد والكابتن هاني رمزي، وبحب بس اوجه سؤال لكابتن هاني رمزي، عاوز اقول له يعني ايه افضل مباراه لعبتها في حياتك وايه أسوأ مباراه لعبتها في تاريخك يعني؟ افضل مباراه انا في اعتقادي الشخصي من افضل المباريات يعني اللي لعبتها مباراه هولندا في كاس العالم 90، وأسوأ مباراه لعبتها اعتقد مباراه مصر والدنمارك، ده كان في 2003 واتغلبنا 4-0 هنا في استاد القاهره، كان مباراه انا كنت وحش فيها جدا. مباراه وديه. السؤال اللي بعد كده اتفضل. انا محمد مصلح وبرحب بالكابتن شادي وبرحب بالكابتن هاني رمزي، وبقول له انت شايف حضرتك تقدر تضيف ايه مع المنتخب في الفتره اللي جايه؟ زي ما قلت يعني انا من التارجت بتاعي ان احنا ان شاء الله نوسع قاعده الاختيارات للمستر كوبر، ندي نجوم جديده للمنتخب الاول، بجانب هدفنا الرئيسي ان احنا ان شاء الله ان نعدي مباراه المغرب ذهابا وايابا، وان شاء الله تكون مشاركتنا مشاركه قويه في بطوله افريقيا المحليين ان شاء الله. السؤال اللي بعد كده اتفضل. محمد علي، برحب بكابتن شادي وكابتن هاني رمزي، واحب اوجه سؤال لكابتن هاني، اقول له لو اتعرض عليه تدريب نادي الزمالك يوافق ولا لا؟ نادي الزمالك نادي كبير ما فيش شك، لكن انا دايما الواحد حاطط اولويات، طبعا انا زي ما قلت لك الشادي اولوياتي منتخب مصر النادي الاهلي، لكن ما فيش شك نادي الزمالك، كابتن جوهري مره نادي الزمالك، فاكيد نادي كبير وليه لا يعني. السؤال اللي بعد كده اتفضل. انا احمد حكيم، برحب كابتن شادي محمد وكابتن هاني رمزي، وحابب اسال كابتن هاني رمزي سؤال، هو مين اكتر مدرب استفاد منه؟ بص انا بقدر الامكان بستفيد من كل المدربين يعني، في حتى المدربين على مستوى يمكن فني ضعيف شويه، لكن ليهم حاجات جيده، فدايما باخد الكويس يا شادي من كل حد وبستفيد منه. كابتن جوهري اتعلمت منه حاجات كتير، منها الالتزام والجديه والاخلاص في الشغل والبوزيشن، بعض البوزيشن في الملعب، وكابتن جوهري ليه فضل ان هو حطني نمره 6، اداني انت عارف كل مدرب بيحب يكون عنده لعيب بيلعب في كذا مركز، انه يديني مركز جديد وبدا يطور في ادائي في المركز ده، طبعا شيء جيد يعني. اتعلمت منه عشان احرق بقى حاجات بقى كتير في الكواليس، اتعلمت منه الشغل اللي على السبوره، فاكر اللي كان بيكتبه على السبوره؟ طبعا يعني الحاجات ديت بقولها للساده المشاهدين يعني، احنا اول ما دخلنا يعني اول حاجه لقيتها مكتوبه كاس العالم، الوصول لكاس العالم ان شاء الله، ده اول ده التارجت بتاعك، ده الهدف، ودايما كان محطوط قدامنا في كل المعسكرات، انا اول ما رحت المعسكر كان موجود ان شاء الله مصر في كاس العالم، ده موجود من قبل التصفيات، فدايما حاطط وكان دايما عنده التزام انضباط يعني الحاجات العسكريه، كابتن جوهري من ضباط الجيش، وبالتالي ربى فينا الكلام دوت يعني. السؤال اللي بعد كده اتفضل. انا عبد الرازي حسن، برحب بكابتن شادي محمد وكابتن هاني رمزي، كنت عايز اسال كابتن هاني رمزي، التدريب في مصر بالعلاقات والواسطة ولا ازاي؟ خلص ولا ازاي؟ لا طبعا في البص لا في جزء كبير منها طبعا علاقات شخصيه، وفي علاقات اجتماعيه، ويعني ده جزء واضح، لكن طبعا في جزء اخر يعني بالنواحي الفنيه
والتقييم الفني، لكن على المستوى الأكتر شوية هي بعض المصالح وبعض العلاقات. لو علاقاتك كويسة ببعض الناس ممكن يكون لك دوري. السؤال الأخير من الشارع، اتفضل. اسمي وليد رضا، أولا برحب بكابتن شادي محمد وكابتن هاني رمزي، وعايز أسأل كابتن هاني رمزي، أقول له إيه سر ارتباطك بكابتن طارق السعيد، دايما بيبقى معاك في الأجهزة الفنية؟ جاوبنا على السؤال ده. يعني طبعا تاني على المستوى الفني كابتن طارق من المدربين الكويسين جدا، عينيها كويسه جدا. على المستوى الشخصي انسان طيب، زي ما بنقول كده بتبلي صاحب صاحبه، ويبقى الثقه متواجده. وكمان علاقتنا احنا لعبنا كمان مع بعض، يمكن ده شيء مهم، لعبنا مع بعض وكان صديق ملاعب. وكمان طارق مخه حلو في الكوره. لما حد بيبقى عاشر حد وهو كان صغير واللي قدامه كبير ونجم وكان بيتابعه، لما يروح يشتغل معاه بيبقى بيديله كل الثقه، بيحترمه وبيحبه، بيشتغل معاه بحب. مظبوط. ودايما انا حتى من زي ما طارق بيقول بدي مساحه، يعني شادي اشتغل معايا، لا خد مساحه واشتغل، لان في بعض المدربين بتقفل شويه، بتقفل شويه، لا لازم تدي مساحه للي اشتغل معاك. طيب نروح لاسئله السوشيال ميديا، نروح نشوف اول سؤال من السوشيال ميديا بعتيه لحضرتك، اتفضل. مساء الخير كابتن شادي، ومساء الخير على الكابتن هاني رمزي، منورين شاشه قناه الاهلي. سؤال للكابتن هاني، في تنسيق بينك وبين الكابتن كوبا في اختيار اللعيبه للمنتخب؟ شكرا. موجود، لكن برضو الناس لازم تعرف يعني ايه تنسيق موجود. يعني مستر كوبر قال لي انت ليك حريه اختيار اي لاعب في الدوري، اي لاعب، لكن قبل التجمعات لازم يكون في تنسيق معاه، اذا كان هو محتاج اللعيب دوت في المنتخب الاول اكيد اولويه للمنتخب الاول، وده المفروض عشان ما يبقاش اللعيب ينضم. مش هنروح نبعت للعيب جواب واحد بالنسبه للمنتخب اول ومنتخب محليين يعني، لكن اولويه طبعا للمنتخب الاول. نروح نشوف السؤال التاني على السوشيال ميديا، اتفضل. مساء الفل يا كابتن شادي، طبعا بسال حضرتك وعلى الكابتن هاني رمزي. اولا عايز اتكلم على نقطه التحكيم، اشمعنى التحكيم بيجي على النادي الاهلي في كل القرارات، والاخر يجي لك واحد يقول لك الاهلي بيكسب بالحكام؟ عايزين نعرف بس ليه التحكيم بيجي على النادي الاهلي في كل القرارات؟ محدش يتكلم على مبادئ النادي الاهلي خالص، انما بسم الله ما شاء الله اللي كان ليه واللي مالفش بيتكلم بقى يتكلم اليومين اللي فاتوا. والنادي الاهلي بيطبق القرار قبل ما يطبقه اتحاد الكوره بيوم، واتحاد الكوره شكر النادي الاهلي. بس عايزين نعرف الاهلي عمره ما اتكلم احنا مش عايزين الحكم ده ولا اي حاجه، بس ليه القرارات كلها بتيجي على النادي الاهلي؟ دي بس اللي انا عايز اعرف. اسمع بقى الكابتن هاني هيقول لك. طبعا انا متفق في حته ومختلف في حته. انا متفق تماما ان النادي الاهلي مش مستني انه حد يقول له اعمل عقاب او ثواب. النادي الاهلي معروف، وانت غطيتها بشكل كويس قوي يا شادي، واديت امثله عليها، ان النادي الاهلي معروف. انا ابني من ابناء النادي، لو غلطت انا عارف اول واحد هيكون العقاب من النادي الاهلي، لان ده يعني هو ده العرف اللي عارفينه، هو ده العرف اللي عارفينه، مش حاجه جديده علينا يعني. الجزء الثاني جزء التحكيم، كلنا في مصر ماشيين غلط يعني، كلنا في مصر، اذا كان حتى لجنه الحكام او حتى المدربين او اللعيبه، كلنا ماشيين غلط. ما التحكيم لازم يكون ياخد ثقه اكتر من كده، حتى لو في اخطاء. احنا بنشوف بلاوي في الشامبيونز ليج، وبنشوف بلاوي في كاس العالم، ما بتلاقيش مدير فني بيطلع وبيتكلم مع التحكيم، ما بتشوفش لعيب يقدر يتكلم مع التحكيم، وفي نفس الوقت ما بتشوفش حكم يطلع يتكلم يقول انا كنت صح ولا غلط. الكلام ده في اوروبا لو شافونا هيضحكوا علينا، هيضحكوا علينا فعلا يعني. انا انت بتفتح لي باب جديد للاسئله، وما ينفعش تبقى معايا وما اسالكش السؤال ده في كلمتين. عايز الرد، لو رئيس بايرن ميونخ وجه كلامه للجنه الحكام هناك ايا كان مين اللي ماسكها، وراح جاي قايل لهم الحكم فلان وفلان وفلان ما يقوليش، ايه اللي بيحصل؟ انا قعدت 14 سنه في المانيا، ما شفتش رئيس بايرن ميونخ طلع ثلاث مرات في التلفزيون، او دخل مداخله، او علق تعليق على مباراه. الكلام ده مش موجود في اوروبا. ولو علق التحكيم في لوائح وقوانين بتقول لو اي حد اتدخل من خارج المنظومه او بيكون في لوائح بتطبق مع الكبير والصغير من غير ما لا انا ما اقدرش اقول عقابها ايه بالظبط، لكن في لو في لائحه بتطبق على الكبير والصغير ايا كان. رئيس نادي بايرن ميونخ اتحبس 5 سنين حبس على طول لو في خروج عن القانون ايا كانت العقوبه ايه. اتهرب من الضرايب، فما فيش الكلام ده. لو ميركل نفسها ماشيه وقطعت الاشاره هتتحبس. في قوانين بتمشي على الكبير والصغير، ما عندهمش يعني. انا بقول لك بجد، لو الاسبوع اللي فات او العشرة ايام اللي فاتوا حد من اوروبا اتفرج علينا من دوشه التحكيم
هتبقى كارثه يعني. والله الكابتن هاني رمزي النهارده ادانا امثله في حاجات كتير جدا زي سيستم العمل، السيركل اللي موجود اللي بنتكلم عليه اللي انت تنجح بيه واللي المانيا نجحت بيه واسبانيا نجحت بيه، كمان بنتكلم على القوانين لما مين بيتكلم الراجل قال لك 5 سنين وثلاث سنين وبتوصل سنه وتوصل كمان ممكن يتشتم ما يدخلش ملعب. ده خلي بالك يا شادي ده في حاجه ثانيه، خرج ورجع ثاني رئيس النادي. ليه؟ لان عندهم الراجل ده غلط خد عقابه يرجع خلاص. يعني شوف عندهم عند الحضاره قد ايه. لا ما هو عقابه عشان لما يرجع مش هيغلط نفس الغلط خلاص، هو اتعلم. فانا بقول لك هناك خاصه في المانيا، يعني في المانيا بالذات مفيش هزار ومفيش، انا عمري ما شفت على سبيل المثال مفيش مساعد مدرب يطلع يتكلم. يعني ما تقوليش المدرب حراس المرمى بتاع بايرن ميونخ عمره ما يطلع يعلق ويقول له ايه رايك النهارده في الجون بتاعك او ايه رايك في المباراه النهارده، الكلام ده مش موجود. اللي بيطلع المدير الفني او ممكن يكون المساعد في حالات خاصه، لكن عمرنا ما شفنا يعني زين الدين زيدان هو اللي بيتكلم، انريكا هو اللي بيتكلم، كونتي هو اللي بيتكلم. عمرك عرفت مين المساعد بتاعه؟ عمرك عرفت مين؟ ممكن اسالك سؤال اخير بس يا كابتن؟ اتفضل. عشان البعض بيقول اللي احنا، انا بقول لوائح الاتحاد الدولي في التحكيم ممنوع، ده عامل زي القضاء ممنوع تعلق في استوديوهات تحليلي بره للثانيه بثانيه ودقيقه بدقيقه. لا مفيش انت مفيش، لا مش عايزك تكمل شباب. لا مفيش الكلام ده طبعا، مفيش الكلام ده. انا عارف انك تعبت من كتر ما بقول. لا مفيش، لان اولا بتحط ضغوط على الحكم، بتحط بتثير الجماهير بشكل او باخر، وده مش مطلوب. يعني مش مطلوب خالص انك تعمل الكلام دوت، لان انت لو مسكت كل كوره بثانيه بثانيه والحاجات ديت بتثير التعصب. واحنا شفنا يا جماعه في تشامبيونز ليج في جونين، 3 اجوان اوف سايد في ماتش البايرن وريال مدريد، طلع زيدان اتكلم على تحكيم ولا طلع؟ ما ينفعش. ولما حد ساله قال له احنا بنحترم التحكيم بس. كابتن عارف عرضت هنا في الحلقه، عارف الصفحه الرسميه للبايرن قالوا ايه؟ قال لك لاعبتنا ما كانش عندهم الحماس الكافي اللي هم يكسبوا، ما قالوش التحكيم. لا هم فيها ما يقدرش يقول تحكيم. اولا زي ما انت بتقول هم بالنسبه لهم ده زي القضاء، ده حاجه مقدسه. في بعض الاخطاء وارد ومتشافه، لكن هناك عندهم نوع من انواع كل يعني كره القدم فيها اخطاء لازم نعترف بيها يعني. لا احنا بنلعب حاجات ثانيه. ريال مدريد ولا برشلونه؟ انا كتالوني. ما انا عارف انت هتزعل مني. يا كابتن انا لا انا بحب ناخد اخر السؤال عشان انت طيب زعلتني. انا كنت طيب عشان نني يلا نشوف اخر سؤال. السلام عليكم، انا عبد الله البالي من المنصوره، تحياتي للكابتن شادي محمد والكابتن هاني رمزي. سؤالي للكابتن هاني رمزي، ازيك كابتن؟ كنت حابب اسال حضرتك ايه هو اكتر نادي بعد النادي الاهلي حضرتك كنت مرتاح فيه نفسيا او كنت حابب انك تكمل فيه اطول فتره ممكنه؟ تاني حاجة كنت حابب انك توجه نصيحة للكابتن رمضان صبحي. شكرا. إيه طبعا زي ما قلت، طبعا النادي الاهلي بيتي من 11 سنة ومكمل لغاية 20 سنة. بص الاندية اللي حبيت اكمل فيها يعني هو نادي بريمن، بس بيجي دايما اوفر احسن، فروحت كازازلاوتن قعدت فيه 8 سنين اللي خلاني ما كملش في كازازلاوتن. وعلى فكرة وانا في وسط كازازلاوتن جالي فريق من ايطاليا، اعتقد كان بولونيا الايطالي، بس انا قلت خلاص انا مكمل في كازازلاوتن. انت بتحس انك مرتاح في المكان. على فكرة هم الشياطين الحمر يعني. اسمهم كده فعلا ريد ديفلز اللي هم بتوع المانيا الشياطين الحمر، وبنلبس احمر يعني جو النادي الاهلي. فانا كنت مرتاح جدا هناك، كان الادارة مريحانة، الجماهير كانت جماهير عاشقة للفريق، فده النادي اللي كنت اتمنى، لكن حصلت اصابه بس الحمد لله على كل حال. بيقول كمان في ناس بعتت ما ينفعش تتاخر على الناس يا كابتن، انا عارف ان انت عندك ميعاد بس في سؤال كمان جولنا. اتفضل يا شادي، السؤال معانا من السوشيال ميديا. اتفضل كابتن شادي، وبرحب بكابتن هاني رمزي، وعايز اساله رايه في صالح جمعه، وهل لو اتعرض عليه النادي الاهلي دلوقتي هيوافق ولا لا؟ شكرا يا كابتن. صالح جمعه؟ طب ما هو في النادي الاهلي. لا بيقول لحضرتك رايك فيه ايه؟ اوكي. لو اتعرض عليك النادي الاهلي. طبعا صالح جمعه، اولا صالح من ولادي، كان موجود معانا في المنتخب الاولمبي. على المستوى الفني صالح من اللعيبه المميزه جدا 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 على المستوى الفني. على المستوى الشخصي لازم يتعامل نفسيا بشكل او باخر، في جزء بيقع على اللاعب وفي جزء بيقع على المدير الفني. الجزء الاكبر على اللاعب، دايما الجزء الاكبر على اللاعب.
صالح من النوع اللي بيزهق شويه بسرعه، لازم يتعلم ان هو لازم يحارب اكتر من كده ولازم يثبت نفسه اكتر من كده. على الجانب الاخر من الاداره الفنيه انها لازم تقرب شويه نفسيا من اللاعب وتدي له جزء من انواع الثقه شويه، لان صالح محتاج الثقه دي. طبعا الجزء الثاني من السؤال، لو اتعرض على النادي الاهلي اكيد 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 يعني اكيد هكون موجود، لان هو كمان كابتن بصراحه امكانياته كلاعب امكانياته مختلفه، يعني امكانيات لعيبه كده بتوصل هو حتى وهو كان موجود معايا تحس انه سابق سنه شويه، فلازم هو يشتغل على نفسه اكتر شويه. ده اللي بقوله له، يشتغل يلتزم اكتر. المدير الفني بتاعك قال لك لا بره الماتش دوت مفيش القمصه مفيش السهر مفيش الكلام دوت، لازم تكون لعيب محترف لازم تشتغل، لان هو الشغل ده اللي هيجيبك. يعني ممكن جدا تبعد اربع خمس ماتشات انت والتزامك وتدريبك، لما تلعب تاني هتلاقي نفسك كويس، لكن لو يئست وبعدت وبدا موضوع السهر شويه وبدات تخرج على النطاق اللاعب المحترف مش هينفعه هو. يعني اخر سؤال على السوشيال ميديا، اتفضل يا شادي. السؤال لحضرته هو ممكن يعني لو نشوفه في مدرب عام، هل يوافق ان هو يكون مدرب عام في النادي الاهلي في الجهاز الفني ولا لا؟ وشكرا لحضرتك. يعني جزئيه المدرب العام ديت مش مطروحه مع مدير فني مصر، يعني الحمد لله. يعني بس هي مدرب عام مع مدير فني عالمي اقدر استفيد منه، يعني انا كنت هكون موجود مع مارتن يول. مارتن يول سي في عالي جدا. حد كلمك من النادي الاهلي؟ كلمه معايا وانا وافقت ان انا اكون موجود، وهو مارتن يول هو اللي طلب كمان ان انا اكون موجود معاه. ويمكن في مباراه كنا بنلاعب النادي الاهلي وانا كنت ماسك اتحاد الشرطه، كان ليا لقاء معاه وكان طالبني وكان عايز يستفيد بخبراتي، على اساس كنا بنتكلم الماني وكمان عارف حتى على مستوى السي في التدريبي كان شايف ان انا ممكن اكون موجود. وبعض اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي تواصلوا معايا في الجزئيه دي، لكن هو طبعا مشي في قبل ما كملش يعني عقده ومشي. فدوت ممكن اشتغل مع مدير فني بهذا السي في، ممكن اشتغل معاه واستفيد منه. لكن بالنسبه لاي مدير فني مصري اعتقد ان احنا عديت المرحله دي خلاص. يعني كابتن هاني، اخر سؤال لك في الحلقه. طيب. عملت موقف محترم جدا، بس عايزين نعرف كواليسه. حضرتك طلبت اللي تنهي حياتك في النادي الاهلي حتى بدون مقابل، الكلام ده حصل فعلا؟ حصل، وجيت النادي الاهلي فعلا. يعني الكلام دوت حصل في 2005 وبدايه 2006، كنت جيت النادي الاهلي وطلبت ان انا اكون موجود مع الفرقه، مش لحاجه غير ان انا اكون متواجد في النادي اللي كان ليه الفضل انه طلعني وبدون مقابل. ما كنتش طالب، لان كنت ترانسفير فري، ما كانش النادي الاهلي يدفع فلوس، وانا ما كنتش عايز كمان فلوس السنه ديت، وما كنتش طامع ان انا ابقى موجود بصفه اساسيه كلاعب، لان انا كنت عارف كنت راجع من اصابه شويه، لكن كنت عايز موجود انقل خبراتي للعيبه الصغيره، انهي حياتي في النادي الاهلي. لكن للاسف فوجئت ببعض الحاجات يعني عرفتها بعد كده، ان مستر مانويل جوزيه اللي وصل له ان هاني رمزي ده لعيب ابن النادي الاهلي وكان بيلعب في المانيا، بس جاله رباط صليبي وجاي ولعيب كبير وهيطلب انه يلعب وهيطلب، فهيعمل دوشه في الفرقه واحنا مش محكمة. يعني ده عارف انت ولاد الحلال اللي بالظبط كده، مع اني ما كانش ده التارجت خالص، ما كانش دوت الهدف ان انا انهي حياتي في النادي الاهلي. خلي بالك عشان هم ما تعاملوش معاك كتير فمش فاهمين، مش عارفين لا. فطبعا طبيعي جدا انا ما زعلتش من مستر مانويل، لان مدير فني بيتقال له كده، فيعني الراجل اعتذر قال لي لا مش هتقدر تكون موجود معانا السنه دي. ويمكن ده كان برضو سبب خير ان انا توجهت مباشره للعمليه التدريبيه وبدات مشواري التدريبي. فابيو هاني رمزي، هاني رمزي الجديد ولا والله احسن من هاني رمزي، يعني من برضو من ولاد النادي الاهلي، بيلعب في ناشئين النادي الاهلي، مواليد 2001، والحمد لله مبسوطين منه جدا. لكن هو يمكن السنه دي جات له اصابه عطلته شويه، عرضت الموضوع بتاعه هو وزمايله. يعني اصابه صعبه شويه، الولد عنده لسه 15 سنه، لكن الحمد لله دلوقتي في الشهر الخامس والحمد لله بيشتغل بشكل كويس. ان شاء الله باذن الله، يعني ان شاء الله نشوفه هاني رمزي. يا رب يا رب احسن باذن الله. ان شاء الله انا سعدت بالحوار معاك. ربنا يخليك يا شادي، ربنا يخليك بجد، كلنا فخورين بيك، مش الاهلي بس، كل مصر. حبيبي ربنا يخليك للمشوار الاحترافي الرائع، وكمان
هتاخد حقك في تدريبنا على ثقة ويقين، ويا رب إن شاء الله قبل ما نختم الحلقة حد بعد الحلقة يبعت يشوف الملفات بتاعت أسبانيا والملفات بتاعت ألمانيا موجودة موجودة عشان نروح كأس العالم بالشغل ده يا رب إن شاء الله. ميرسي يا شادي، ربنا يخليك، وأنا كنت سعيد موجود إن موجود معك النهاردة. ميرسي يا شادي، شكرا شكرا جزيلا، شكرا ليك. شكرا. كان معانا النهاردة نجم كبير حقق إنجازات كبيرة مع المنتخب الوطني، لما نتكلم على عدد اللاعبين راحوا كأس العالم يتعدوا على صوابع الإيد، هو منهم الكابتن هاني رمزي كمان لو اخدتوا بالكم الحوار بيتكلم على نقطة مهمة، ودي اللي انا هقف عندها عشان انهي بيها الحلقة. طول الحوار بيتكلم على نقطتين، الاخلاق والالتزام. لازم عشان تنجح يبقى فيه الناس كلها بتحترمك وتتعامل مع الناس بشكل محترم، ولازم اخلاقك تبقى عالية مع كل الناس، وده اللي احنا بنطالب بيه طول الوقت. تاني حاجة، مفيش واحد مش ملتزم يقدر يحقق اي حاجة. بعيد بقى عن الذكريات والحاجات اللي قلناها، بالنسبة لي الكلام اللي قاله الكابتن هاني رمزي النهاردة حاجة محترمة ومشرفة جدا جدا، وإن شاء الله ربنا يديله أكتر كمان ما هو بيتمنى، لأنه فعلا من الشخصيات المحترمة والكل بيحترمه. أتمنى الحوار مع الكابتن هاني يكون أسعد الأهلوية، وكلكم دايما دايما بنحاول في قناة النادي الأهلي بنقدم إعلام محترم يليق باسم النادي الأهلي وقناة النادي الأهلي. بذكركم قبل ما أختم بمسابقتنا على الفيسبوك، صفحة باسم شادي محمد بالعربي، في 7 يحضروا التمرين، وكمان تيشيرت مانويل جوزيه اللي ماضي عليه. ان شاء الله الاسماء النهارده الناس هتختارها بشكل عشوائي، وهتابعها انا بنفسي عشان البعض اللي بيقعد يكتبوا بقى على الصفحات انتوا عارفين يقول لك لا ده مش عارف جايب صاحبه جايب حد من البرنامج، الكلام ده ما بيحصلش عندنا، فعشان كده النهارده هتلاقوا الاسماء محطوطه على صفحه شادي محمد. هختم زي كل يوم، المجد كل المجد لشهداء النادي الاهلي، وتصبحوا على خير.